أنا لحشيل لحجاب الله أكبر لحتى أقول لك إنه هيدا صار بدل على الطائفية. خطابك اليوم خطابك اليوم نزلني من الطوارئ. رح اقول لك شغله عملوها ضد الاعتصام هيدي الشغله. الله يخليك، ما بيهمني، انا انسان حره. انا كنت انا متوقع بعض ما الحجاب وبلا حجاب، نحن اللي طول بالك. هيدا خيارك، هيدا خيارك. انا كنت انا خلاص كمنا لازم تقولها. انا متوقع منك، كنت متوقع منك ومن سعد الحريري ومن كل اللي حاكمين بالسلطة تجوا تقولوا لا بدنا الطايف ولا بدنا شيء. نحن أول ناس نرفع الغطاء عن السرية المصرفية. بدنا منك كان تراعي هالشعب كله وما تقول قميص عثمان ما بقى واحد يشلحه ويحطه على التاني. راعوا الشعب، راعونا. لا حكيت بتعديل، ما حكيت بتعديل شيء. كل اللي عملته نتمنى منك تطلع وتقول مثل ما الشعب جابك. مين جابك؟ الشعب. مثل ما الشعب جابك ما بقى بده اياك، ولا بده سعد، ولا بده بري. ما بدنا حدا، والبديل هو حكومة تراعي الناس. وبرجع بقول هالحجاب ما بقى بدنا اياه لانه طائفة. شكرا حجر، احنا بنحترم. شكرا لك غريسيا. انتقل الى نبطية والزميل مالك الشريف حيث يرفرف العلم اللبناني.